السلام عليكم دكتورة لينا، كيف أخبارك؟ إن شاء الله أنتم كويسين تمام. طيب كده في حوالي في ناس حضروا. طيب كويس، الناس جات في المواعيد. طيب ممكن نبدأ طوالي عشان ذاته ما ناخد زمن كتير. طيب السلام عليكم ورحمة الله، كيفكم يا شباب وكيف مع رمضان؟ إن شاء الله أنتم بخير وصحة وعافية. الليلة إن شاء الله ده بالنسبة لي الحلقة الرابعة أو اللايف الرابع فيما يخص كل إجراءات مكافحة العدوى عشان الوقاية من عدوى اللي هو مرض الكورونا أو الكوفيد 19. ممكن تاني أعرف عن نفسي للناس اللي ممكن ما حضرت قبل كده. أنا دكتور مهند عبد الرحيم مرغني، مدير الجودة مكافحة العدوى، في شغال حاليا في وزارة الصحة ولاية الخرطوم في مستشفى إبراهيم مالك. بالنسبة للصوت، الصوت فيه مشكلة. منور يا دكتور أنور، منور بوجودك والله. الصوت كده واضح؟ بالنسبة للصوت، طيب حد بس يعلق على هذا الصوت واضح ولا واصل ولا لسه؟ يا شباب الصوت واضح يا أخوانا. لا عادل والله يا اخي، منور بوجودك والله، بس ممكن زول يكتب لي في التعليق بس انه لو الصوت واضح عشان اقدر اواصل طوالي، عشان لو في مشكلة في الصوت احاول اعالجها سريع وبعد ذاك ممكن اواصل ان شاء الله. طيب شكله ما في واحد كتب بالنسبة للصوت، معناها شكله الصوت ما فيه اي مشكلة. طيب انا كنت قبل شوية بعرف عن نفسي انه أنا دكتور مهند عبد الرحيم مرغني، أخصائي مكافحة عدوى، مدير الجودة مكافحة العدوى في وزارة الصحة ولاية الخرطوم في مستشفى إبراهيم مالك. أول حاجة أحب أوجه شكر للمرة الرابعة لمنصة سودانيز ريسيرش إنيشيتيف، كله طبعا هي منصة غنية عن التعريف، وبرضو للشكر كل الشكر برضو لمنصة دار أو شركة دار لتنمية القدرات البحثية، وبالذات يعني انا اوجه الشكر للحركه بتاعه الدار دايجست اللي هم عملوا فقره اسمها دار دايجست، اللي هي في خلال صفحتهم في الفيسبوك هم بنزلوا سلسله من الدراسات المنشوره في العالم المتعلقه في المجال الطبي، وما حتى يعني ومش بس المجال الطبي، حتى المجال الطبي وارتباطه بالمجالات الثانيه من المجال الاجتماعي والسياسي والاقتصادي. فممكن انصح الناس ان هي تتابعها لانه والله فيها حاجات مفيده ودراسات مفيده جدا. وأوجه الشكر برضو لكل الحاضرين هسي حاليا اللي أخذوا من وقتهم وبيحضروا في اللايف حاليا. طيب احنا في كان في اللايف الأول، كان في الحلقة الأولى تقريبا اتكلمنا عن أخذنا تعريف عن الكوفيد 19، طرق الانتقال بتاعته المود اوف ترانسميشن كأساس عشان نقدر نفهم الوقاية منها تكون عامل كيف، على المبدأ انه لو انت فهمت طرق الوقاية نفسها، طرق الانتقال معلش، هتقدر تفهم طرق الوقاية وكل الاستراتيجيات المعمولة عشان الناس تحمي نفسها من العدوى الكوفيد 19. مشينا لللايف اللي بعده، قمنا اتكلمنا عن مكافحة العدوى وعلاقتها أو دورها في إدارة الكوارث، وأنا في الحالة دي بتكلم عن يا كارثة بتكلم عن الكوارث المتعلقة بالوبائيات زي الجائحة حقت الكوفيد 19، لأنه هي في النهاية عبارة عن عدوى جائحة أصابت دول كثيرة في العالم، فبقت الناس مهددة بالعدوى، فبالتالي لازم مكافحة العدوى بيكون عندها دور كبير بما يخص الوقاية من الجائحة نفسها، سواء كان على مستوى المجتمع أو بالأخص على مستوى المؤسسات الصحية. وكان من أبرز النقاط اللي اتكلمت فيها في حاجة بسموها السيرج كاباسيتي، يعني اللي هو استيعاب المستشفيات، كيف المستشفيات تكون ماشية بالطاقة الاستيعابية اللي هي تقدر تواصل في الشغل عشان تقدر توفر كل الرعاية الصحية للمرضى، سواء كان حتى المرضى المشتبهين ولا كان الغير مشتبهين. ده بالنسبة لللايف الثاني. اللايف الثالث كان اتكلمت عن الإجراءات الاحترازية،
ان جنرال الوقاية من عدوى الكوفيد 19 كان تكلمنا منها بما يخص المجتمع، وكان تكلمنا بالأخص برضو فيما يخص المؤسسات الصحية. الليلة إن شاء الله هنتكلم عن المعدات الوقاية الشخصية بالنسبة للوقاية من عدوى الكوفيد 19. هتكلم عن الأزمة، أنا ما هتكلم عنها بالتفصيل لأنه أكيد كل الحاضرين عندهم فكرة كبيرة عن معدات الوقاية، وبالذات الكوادر الطبية هم عارفين أو عندهم معلومات كثيرة عن الوقاية، الأدوات الوقاية الشخصية والحاجات اللي بيلبسوها. أنا دي ممكن هتكلم عنها باختصار، لكن تركيز اللايف الليلة إن شاء الله عن الأزمة بتاعة النقص نفسه، اللي هي الحاجة دي مش مهددة السودان بس، بينما هي مهددة العالم كله، والعالم كله بيصرخ إنه هم بيعانوا أزمة كبيرة في البي بي إيز أو أدوات الوقاية الشخصية. فهنتكلم عنها، وهنتكلم عن الاستراتيجيات والحلول والبدائل اللي هي اتخطت واتعملت عشان العالم يقدر يواجه النقص ده، وتقدر والكادر الصحي يقدر يحمي نفسه، أو حتى ذاته أفراد المجتمع يقدر يحموا نفسهم بطريقة آمنة، وبالتالي بتقلل من انتشار عدوى الكوفيد 19. أول حاجة هبدأ بيه زي كل لايف إنه هبدي هنشوف آخر الإحصائيات بالنسبة ل الأرقام بالإصابات للكوفيد 19 حاليا لحد قبل ساعة، حسب الموقع المصدر بتاع البيانات اللي هو موقع الوورد ميتر، اللي هو بيقول حاليا في حوالي 4,772,000 مصاب، حالة مصابة في كل العالم. دي حاليا دي مجمل الإصابات في العالم اللي هو 4,770,000 تقريبا. نسبة الشفاء من الأربع مليون حوالي 1,844,000، يعني هي قاربت للاثنين مليون. الحاجة الكويسة في الإحصائيات زي ما شايفين حتى المحللين وبالذات الخبراء في مجال الوبائيات والصحة العامة ملاحظين إنه في نسبة ريكفري بدأت تزيد، في نسبة تعافي، في نسبة تعافي. الصوت واطي يا أخوانا، طيب دقيقة بس معلش. طيب انا هعلي صوتي شوية بس، اول ما يعني الصوت يكون واطي شوية بس ممكن في التعليقات عشان ان شاء الله الناس كلها تقدر تسمع. طيب الحاجة حاليا الملاحظة انه نسبة الشفاء بدأت تزيد في العالم زي ما قلنا المرة اللي فاتت، انه الحاجة الكويسة من مجمل الاربعة مليون وسبعمية وسبعين الف اصابة في العالم كله، انه الحالات اللي بتكون فيها المصابة بتكون حالات خفيفة او مايلد كويس تقريبا، او عاملة زي 98% من مجمل الحالات هي عبارة عن حالات خفيفة، بينما 2% تعتبر حالات حرجة، ودي تعتبر نسبة مطمنة. يعني هنا من الأربعة مليون لو قلنا 98% دي نسبة عالية جدا، نسبة كويسة إنه إنه الحالات بتكون عبارة عن حالات خفيفة، فدي حاجة مطمنة، لكن في نفس الوقت ما بتخلي الناس تستهتر، لكن برضو الناس تحاول تكون موزونة في الحاجة دي. الحاجة الثانية بالنسبة للتعافي، التعافي قاعد يزيد كل أسبوع أو كل أسبوعين التعافي بيزيد تقريبا 1%، ودي حاجة برضو مطمنة معناه، ولأنه في كلام كتير وفي دراسات كتيرة لسه ما حاجة مثبتة، لكن عن إنه الفيروس بدأ يفقد أو حصل ميوتيشن طفرات جينية إنه هو بدأ يفقد الشراسة بتاعته، وبالتالي بقى أخف فتكا على البشرية الأيام دي. فإن شاء الله يعني يكون ماشيين. طبعا ما بقدر اقول انه في انحسار هسه حاليا لانه لسه ما في حاجه واضحه حسب كل الاكيترز والمؤشرات، لكن الحاجه اللي ممكن تتقال انه نسبه الشفاء ونسبه الحالات البارده او الحالات المايل الخفيفه بقت ماشيه في زياده وماشيه كويس. طيب المره اللي فاتت كانت اتكلمنا على الكوادر الطبيه والاصابات بالنسبه للكوادر الطبيه، وكان حسب تقارير رفعتها الـ WHO انه ممكن يكون في العالم حاليا من مجمل الاصابات ممكن من 30 ل 40 الف حالة مصابة هم يعتبروا من الكوادر الطبية. وفي برضو مصدر تاني اللي هم الانترناشونال كونسل اوف نيرس، ده المجلس العالمي للتمريض، كان بلغ رفع تقرير انه يعتبر 90 ألف من مجمل الاصابات هي عبارة عن اصابات للكوادر الطبية. الحاجة برضو عايز اقولها معاكم هنا انه التقرير طلعوها ناس منظمة الصحة العالمية اللي هو المكتب الاقليمي للشرق الاوسط اللي هو الامرو، ذكر انه الاصابات للكوادر الطبيه بتكون السبب الرئيسي فيها ما انه هو من العيان للمريض، بينما هو بيكون من العيان معلش للطبيب، بينما هو بين الطبيب والطبيب اللي هو موضوع السوشياليزيشن. هم لقوا اكبر نسبه من الاصابات بتكون بسبب السوشياليزيشن، يعني الاطباء
لما يكونوا قاعدين مع بعض في المؤسسات الصحية دايما بيكونوا ان بروتكتد، بيكونوا ما ملتزمين بالاجراءات الوقائية اللي هو مثلا لبس الكمامات او المسافات الآمنة اللي هم يكونوا متر لمترين مع بعض. فبالتالي هي دي اللي هو اكتر سبب بتخلي الاصابات تكون مثلا ماشية، بالذات في حالة يعني بحالة زايدة بالنسبة للكوادر الطبية. ولو قسنا الكلام ده على السودان فعلا انه ممكن نلقى في مستشفى زي ما اتذكر كان في قبل اسبوع انه في مستشفى البراحة تقريبا لما فحصوا لحوالي 24 لقوهم كلهم بوزيتيف. فبالتالي هي منطقية جدا انه فعلا بيكون السبب الاحتكاك بين الاطباء وعدم وان هم ما بيتخذوا الاجراءات الوقائية لما يكون قاعدين مع بعض. والحاجة دي فعلا بتلاحظ في المستشفيات، يعني انه هو الطبيب بيفتكر انه لما يجي يتعامل مع مريض مشتبه او حتى حاله مؤكده بياخد كل الاجراءات الوقائيه وبيلبس اللبس الوقائي الكامل، المهم بيكون فول بروتكشن فول بروتكتد. لكن لما يقعدوا مع بعض بتحس انه كانه يعني الاجراءات دي ما بتسري عليهم في اللحظه دي، يعني فبياخدوا راحتهم، ممكن ما بيلبسوا الماسكات مع بعض تشير الحاجات مع بعض. فدي رساله بتاكد انه الكادر الطبي قاعد في المؤسسه الصحيه او حتى كل افراد المجتمع لما الناس تقعد مع بعض لازم كلها تتخذ الإجراءات الوقائية عشان تقدر تحمي نفسها وتقلل من الانتشار لعدوى الكوفيد 19. طيب نجي طوال نخش على اللي هو يعني نواصل في موضوع البيانات اللي قلناها. طالما في أعداد كبيرة بالإصابات وطالما في السودان حاليا في 2200 حالة، معناها الحالات ماشية في زيادة، اللي هي زي حاليا في السودان الحالات ماشية في زيادة، معناها نسبة الناس اللي بيكون عندهم أمراض تنفسية أو اللي هيحتاجوا المستشفيات هتكون أكبر. طيب معناها المستشفيات هتكون عليها سعة أو هيجوها مرضى أكتر، معناها أكيد طبعا الفرونت لاين بالنسبة لنا في المستشفيات هم الكادر الطبي. معناها شنو؟ معناها الكادر الطبي هيكون محتاج إنه يعمل وقاية لنفسه عشان يقدر يتعامل مع الحالات دي. الاستهلاك هيزيد على على أدوات الوقاية نفسها. بالتالي ومع الحظر الحاصل في العالم كله مع الشورتج الحاصل احنا بنتعامل مع كرايسيس بتاعت ادوات وقايه شخصيه. فبالتالي الحل شنو في الحاله دي؟ ده الكلام كله هنتكلم عن الحاجه دي الليله. بالنسبه للوباء الكوفيد 19 اول ما بدا من الصين، ولانه هو كان فيروس جديد وظهر فجاه وخلع الناس وقام انتشر فجاه في دول كثيره، وهو لسه ما كان معروف في البدايه هو بينتقل كيف، وكان في دراسات كثيره عن الحاجه دي. الحاجة اللي كانت عرفت في البداية انه هو بينتقل عن طريق الجهاز التنفسي، فبيجت في حاجة بسموها البانيك باينج او البانيك الاتاك اللي حصل لكل الناس حتى للكوميونتي، انه طالما هو بينتقل عن طريق الجهاز التنفسي معناها شنو؟ معناها ان الناس دي كلها جرت عشان تشتري شنو؟ عشان تشتري الماسكات الكمامات والحاجات وكل ادوات الوقاية. وبيجت المستشفيات كلها في وقت قصير عمل الضغط على المصانع وعلى الشركات اللي هي بتصنع وطلبت كميات كبيره عشان يقدروا يتجهزوا للجائحه دي، مما خلقت ازمه زي ما نحن في السودان ايام ازمه كاش او ازمه البنك، انه كل الناس مشت للبنوك عشان تصرف قروشها في وقت قصير، فبالتالي اكيد خلقت ازمه كاش. هي نفس المنطق ونفس الطريقه، فدي الحاجه اللي خلقت ازمه عالميه في موضوع الوقايه الشخصيه، واللي هي اتجهت في جهات كثيره في العالم اتجهت انه طالما هي بتتعامل مع ازمه في ادوات الوقايه الشخصيه او المعينات للوقايه، بقت بتطلع جايد لاينز او ارشادات عشان يحصل ترشيد للاستهلاك او حتى يحصل خطط استراتيجيات بديله عشان يظل الكادر الصحي برضه هو بيتعامل في ظل الازمه يكون هو محمي بصوره امنه عشان ما عشان يقدر يواصل شغله بصوره كويسه والمستشفيات تقدر تواصل بصوره فعاله. لانه طبعا معروف انه الكادر الطبي هو الفرونت لاين، هو خط الدفاع الاول. طال انت لو الكادر الطبي ده بقى غير محمي او اتعرض بقى هاي ريسك والله لاي واحد كان حاله مشتبهه ولا مؤكده هيضطر يحجر نفسه، هتفقد كادر طبي، وبالتاكيد المستشفى كل ما تفقد كوادر طبيه كل ما هتفقد الفعاليه والشغل بتاعها. فبالتالي بيكون ماشيين تجاه الهيلث سيستم كولابس او انهيار في النظام الصحي بالطريقه دي. عشان كده الموضوع ده مهم جدا جدا. طيب هنبدأ أول حاجة نتكلم عن المجتمع، وبعد شوية هنخش بالأخص على الكوادر أو المؤسسات الصحية. بالنسبة للمجتمع كان في بانيك باينج، أو يعني كان الناس كلها جرت واشترت بصورة حتى يعني فيها نوع من الهلع، اللي هو كان الضغط أكتر حاجة على الكمامات نفسها. برغم إنه كان في إرشادات في البداية بتقول والله الكمامات دي ما بتلبس إلا الواحد أو إلا مثلا الشخص اللي بيكون مصاب اول عنده اعراض تنفسيه او الكادر الطبي اللي بيكون
بيتعامل مع شخص مصاب او مثلا مصاب او عنده حاله مشتبهه من الكورونا او الكوفيد 19. طيب لما حصل البانيك باين والناس كلها ضغطت على السوق، فبقت شنو؟ بقت انه الماسكات المفروض يلبسها الكادر الطبي او اللي هو السيرجيكال ماسك المفروض يلبسها الكادر الطبي بقت استهلكت حتى من قبل الكوميونتي، فبالتالي بقى الكوادر الطبيه بقى فيهم نقص. ودي الحته المستشفيات دي الحته اصلا المفروض يكون الماسكات دي مخصصه للمؤسسات الصحيه، لانه انت بتتعامل في ازمه، بتتعامل في وقت فيه كرايسيس، فلازم يكون في اولويات في الموارد عندك انه دي تتخصص للكوادر الطبيه. من اوائل الحاجات اللي طلعت للكوميونتي وكبديل لموضوع الكمامات الطبيه اللي هو قاموا طلعوا حاجه اسمها الكمامات الغير طبيه. نبدا لما نشوف ال WHO منظمه الصحه العالميه من اول الناس كانت اتكلمت عن الراشونال يوز اوف البي بي اي، عن الاستخدام الرشيد لأداة الوقايه الشخصيه. وبالنسبه كان للكمامه من البدايه والى الان كانت بتتكلم انه الكمامات عموما ما في الكوميونتي ما بيلبسوها الا اثنين، الا شخص مصاب او عنده اعراض تنفسيه، يعني واحد بيعاني من كحه او بيعطس كثير، او كادر طبي بيتعامل مع شخص مصاب او حاله مشتبهه. ده بالنسبه كان لل WHO كانت طلعت الحاجه دي. وكان كل المؤسسات البحثيه في العالم زي اليو اس سي دي سي اللي هو السنتر اوف ديزيز بريفنشن اند كنترول، ده المركز الوقائي من الامراض ومكافحتها دي في امريكا، واحده من اكبر المراكز اللي بيطلع ارشادات بالذات للوقايه من الامراض في العالم اللي هي دي مقرها في امريكا. وبرضو اليوروب سي دي سي مركز الوقايه في اوروبا، وبرضو ناس الان اتش اس في يو كي، كان كلهم اتفقوا في البدايه على الحاجه دي. لكن اللي حصل التغيير اللي حصل شنو؟ اللي حصل التغيير انه نحن طبعا عارفين انه المصابين كان في البدايه ناس سيمتوماتيك، يعني ناس عندهم اعراض، واحد بيظهر اعراض تنفسيه، بعد ده تم اكتشاف انه لا، في مصابين هم ما بكون عندهم اعراض او اي سيمتوماتيك. واكيد في ناس ممكن تكون لاحظه من الناس اللي بتعرفهم مصابين انه بيكون والله هو بوزيتيف كيس لكن ما عنده اعراض تنفسيه واضحه، او حتى يكون في واحد قبل الاعراض هو بيكون الفيروس قاعد في جسمه لكن لسه ما ظهرت عليه اعراض. طيب الحاجه دي خلت بعض الجهات البحثيه في العالم طيب تسال، طالما انا في ناس عندي وهم ما عندهم اعراض ومصابين بالكورونا ومثبت انه حتى الشخص اللي ما عنده اعراض هو برضه قابل انه ينقل العدوى منه لاي شخص ثاني. من هنا قامت طلع الشروق، قامت طلعت والله طيب في الحاله دي الناس الـ في الكوميونتي، وطالما في ناس اسيمتوماتيك معناها انا ما هعرف والله الشخص المصاب منه من الغير مصاب. طلعت توصيات انه كل افراد الكوميونتي لما يطلعوا الببليك او لما يخرجوا من بيوتهم ولما بالذات يمشوا الحتات اللي فيها حبه كراودنج او فيها زحمه لازم يرتدي كمامه طبيه. الحاجه دي كانت الرائده فيها في التوصيه دي كانت هي في امريكا اليو اس سي دي سي، وطوالي تبعتها اليو كي في ان اتش اس، وبرضو المراكز الوقائيه كان في اسيا سواء كان في سنغافوره ولا كوريا الجنوبيه. دي كانت هي طلع توصيه انه كل افراد المجتمع يلبسوا كمامات. طيب المشكله قامت شنو؟ المشكله طيب هيلبسوا كمامات، طيب واحنا عارفين انه في ازمه نقص، طيب بالنسبه للكمامات الطبيه طالما الكوميونتي كلهم هيلبسوا كمامات والكادر الطبي كلهم هيلبسوا كمامات، الكميه ما هتكفي للحاجه دي. اللي بيحصل شنو في الآتي؟ قاموا أول ناس طلعوا يتكلموا في الموضوع ده وطلعوا التوصية إنه خلاص في الحالة دي ممكن يطلعوا حاجة اسمها الكمامات الغير طبية اللي هي الكمامات القماشية أو المصنوعة من البيت. طلعوها أول ناس هم في الولايات المتحدة الأمريكية، وطوالي بعد ذاك قاموا تبعوها مثلا في أوروبا، وبالتالي برضو دول الخليج لحقتها، وحسي حاليا الأفريكا سي دي سي اللي هو مركز الوقاية من الأمراض في أفريقيا برضو طلعت التوصية دي إنه اي واحد في الكوميونتي هو ما كادر طبي طالع من البيت يلبس كمامه، لكن ممكن يلبس كمامه غير طبيه اللي هي المصنوعه من القطن اللي هو بسموها الكلوث فيس ماسكينج، اللي هي بطريقه معينه بتصنع في البيت. عشان شنو؟ عشان هي تحمي الاخرين منك، هي فكرتها انك انت بتلبسها هي انت ما بتحمي نفسك لكن انت بتحمي الاخرين منك، لانه لما تكون انت مثلا لابس الكمامه اللي هي الغير طبيه دي وتقوم بتعطس ولا قوم بتكح، انت بالكمامه دي بتقوم بتحتوي الرذاذ الطالع منك، فبالتالي بتقلل انتشار العدوى بصوره كبيره. دي كل التوصيات في العالم اطلعت في الناحيه دي، وحتى حاليا في السودان وزاره الصحه الاتحاديه قبل كم يوم طلعت برضو التوصيه دي، والمفروض هي تكون منشوره هسه حاليا على كل التواصل الاجتماعي. ده بالنسبه للموضوع الكمامات للكوميونتي، وان هم في توصيات لاستخدام الكمامات الغير طبية. وحاليا طبعا دول الخليج كلها برضو ماشية بالتوصية دي، مع
الوحيدين اللي لسه مصرين على رأيهم وما بيحبذوا استخدامات الكمامات الطبية الغير طبية، أو هم بصراحة هم محايدين، يعني لا بيحبذوا ولا بيرفضوا، اللي هم منظمة الصحة العالمية لسه عندها رأي أو عندها كلام في موضوع الكمامات القماشية. فده بالنسبة لواحدة من البدائل اطلعت عشان أفراد المجتمع لما يطلعوا من بيوتهم، وبالذات لو ماشيين حتات فيها مثلا زحمة، أو حتى العيانين اللي بيخشوا المستشفيات أو حتى مرافقينهم، عشان أنت تكون والله تقدر تكون الحتة محمية بصورة كويسة لازم كلهم يلبسوا كمامات. فقامت دول العالم في أمريكا في أوروبا حتى في الأفريكان سي دي سي دول الخليج كلهم طلعوا توصيات بها الكمامة القماشية عشان توفر الكمامات الطبية للكادر الطبي في المؤسسات الصحية. ده بالنسبة لي أفراد المجتمع اللي هي واحدة من الحياة الرئيسية في موضوع الكمامات والبديل لها في الكوميونتي. نجي للمستشفيات. طبعا كلنا عارفين في المستشفيات إنه الكوادر الطبية في لبس معين بيكونوا دائما لابسينه، يعني مثلا اللبس بتاع كلنا عارفين طبعا الميديكال ماسك، كلنا عارفين الجلوفز أو الجوانتات اللي بيلبسوها الدكاترة، كلنا عارفين طبعا انا بس معلش لو انا ما عندي صور او ما عندي حتى كان المفروض اعمل شير، لكن بس يعني اعذروني في الحاجه دي، فانا هعتمد على انتوا الحاجه شفتوها انتوا سواء كان ناس شغاله في المستشفيات ولا شافوها في اي في الفيديوهات ولا في اي حته تانية. في اللي هو حاجه بسموها الجاون، الجاون دي زي المريله الطبيه، العب زي المريله الطبيه زي اللي بيلبسوها ناس الجراحه لو في ناس بتعرفها، او في حاجه اسمها الكفرول. الكفرول دي زي بالضبط اللبس الفضائي اللي بتشوفوه لابسينه كل الناس في العالم، اللي بيكون حاجه كده بطاقيه ومغطيه الجسم كله، حتى فيها زي عامله زي البنطلون، لكن شنو هي كفرول بتغطي الجسم كله، دي اللي هو زي اللبس الفضائي اللي بتشوفوها دايما. وفي مثلا في النظارات الطبيه وفي الحاجات دي. طيب اول حاجه هنتكلم عن موضوع الكمامات، لانه هي من اهم المواضيع، ولانه نحن عارفين انه المرض ده هو مرض تنفسي، يعني بينتقل عن طريق الرذاذ سواء عن الكحة والعطس. من أكثر الحاجات التركيز عليها في الحماية نفسها هي إنك أنت بتحمي المداخل بتاعة الجهاز التنفسي عندك، اللي هي غالبا منطقة الوجه، اللي هي بنتكلم بالتفصيل أو بالتركيز على الأنف وعلى الفم وعلى الوجه كله. طيب بالنسبة مثلا نبدأ نتكلم في هسه حاليا جنبي في الميديكال ماسك ده اللي هي الكمامات الطبية. نحن عارفين الكمامات دي عندها نوعين، في كمامة الكمامه الطبيه في اللي هي زي النوع ده زي شايفينه ده اللي هو سيرجيكال فيس ماسك، اللي هو كل الناس بتعرفه تقريبا وكل الناس قاعد تلبسه، تمام. ده هو السيرجيكال فيس ماسك او الكمامه الجراحيه دي بالنسبه للنوع الاول. النوع الثاني اللي هو الكمامه بيسموها عاليه الكفاءه او ال N95، او هي اسمها الريسبيريتورز عموما، فيها ال N95 وفيها حاجه اسمها الاف اف بي 2، دي ممكن اللي هو الكوادر الطبية بيكونوا متعرفين عليها أكتر. أنا بس للأسف ما عندي صور ولا حاجة عشان كان أعرضها عليكم، لكن إحنا عايزين نتكلم في نقاط إنه الاستراتيجيات والبدائل كانت في الموضوع ده كان شنو. طيب نبدأ أول شيء موضوع الكمامات. الكمامات طالما هي زي ما قلنا في الكوميونتي بيقولوا نصحوهم والله إنه يستخدموا كمامات قماشية عشان يوفروا الكمامات الطبية للمستشفيات، ويقدر الكادر الطبي يواصل شغله في ظل أزمة النقص في معدات الوقاية الشخصية، وعشان المستشفيات تكون ماشية كويس وتقدر ويطوال يكون في خدمة رعاية صحية للمرضى. الكمامات الطبية سواء كان بالنوع الأول اللي وريته لكم ولا كان النوع الثاني اللي هو بتوفر حماية أكبر، هي أصلا نحن لما نيجي نتكلم عن الاستاندرد لاستخدام الأدوات عموما أو حتى الكمامات، هي أصلا الاستاندرد إنه الكمامة دي دايما بين عيان وعيان بيقوم بيحصل شنو، بيقوم أنت المفروض تغير الماسك أو طوالي تتخلص منه بالطريقه الامنه، يعني دي الحاجه الستاندرد. لكن مع الكرايسيس نفسه مع الازمه نفسها حصل شنو، قاموا غيروا في الارشادات او غيروا في طريقه التعامل مع الادوات الوقايه الشخصيه، بيجي في حاجه اسمها الكونتينجنسي كرايسيس استراتيجي، اللي هي دي استراتيجيه متعلقه بالازمه، حاجه مؤقته عملوها عشان تقدر تواكب الازمه بتاعت النقص. بيجت شنو؟ بقت باختصار طلعوا حاجة أو طلعوا حاجتين رئيسيين، طلعوا حاجة اسمها Extended Use وطلعوا حاجة اسمها Reuse أو Limited Reuse. الـ Extended Use دي اللي هي الاستخدام الممتد، والـ Limited Reuse اللي هو إعادة الاستخدام مرة أخرى، ده هتكلم عنها هسه برضو باختصار. من أول حاجات اللي هي زي ما قلنا قبل شوية إنه الستاندرد بيقول والله أنت الكادر الطبي بين كل عيان وعيان بيكون لابس الماسك، بيكون لابسه بيتخلص منه من كل عيان وعيان. لكن في حالة
اللي هو طلعوا على الحاجه الجديده اللي هي الاكستندد يوز، انه لا قالوا خلاص انت ممكن تستخدم الكمامه ذاتها لفتره طويله لنفس الكمامه ولاكثر من عيان، دي اللي هي بيسموها الاكستندد يوز. القاعده العامه طلعوها عشان الواحد يقدر يلبس كمامه لفتره طويله، وكانت طبعا واحده من اهم الاسئله الطوال حتى الناس كلها بتسائل منها، وانا ذاته دايما بتسائل منها من الحاجه دي، انه انا بلبس الكمامه لمده كم. طيب الاكستندد يوز دي انه بقول لك والله انت ممكن تلبس او ككادر طبي تلبس كمامه طبيه لفتره طويله شويه، وحتى ما شرط انه انا بين عيان وعيان اقوم اغير الماسك، لا ممكن البسه لاكثر من ماسك، لكن بشروط. الشرط الاول، اول حاجه تتاكد انه الكمامه ما حصل لها اتساخ، ما ترطبت يعني ما بقت ويت رطبه، وما مثلا اتشرطت ولا حصلت فيها اي مشكله، دي بالنسبه لرقم واحد. الرقم الثاني بالنسبه للاستخدام الممتد، انه بقدر الامكان بيقول لك والله انت تحاول فوق الكمامه زاره تلبس حاجه فوقها زي القناع بتاع الوجه، في قناع كده بيكون مصنوع من بلاستيك بتلبسه فوق الفيس ماسك او فوق الكمامه عشان تطول من عمرها. ليه؟ لانه القناع ده هو بيقوم بيحمي او بيقلل من كميه الاتساخ الممكن يحصل للكمامه، سواء كانت الكمامه الطبيه اللي شفناها قبل شويه ولا الكمامه اللي هي العاليه الكفاءه او ال N95 كمثال يعني. فدي واحده برضه من الاستراتيجيات اللي خدتوها. نمره ثلاثه، بيقولوا دايما البس الماسك وتعامل مع عيانين يكونوا عندهم نفس الاعراض او عندهم نفس الحاله، دي اللي هي زي مستشفيات العزل مثلا، بتكون انه هي مركز متخصص بيكون لامي كل العيانين بتاعين الكورونا مثلا وقاعدين في مركز واحد، فدي بتسهل عليك انك انت ممكن اللي هو تمشي بالسياسه حقت الاستخدام الممتد او الاكستندد يوز، انك انت تكون لابس نفس الماسك لاكثر من عيان لانه كل العيانين عندهم نفس الاعراض. فبالتالي دي برضو واحده من الحاجات الشروط المهمه عشان تقدر انت تواصل في انك انت تلبس الماسك لاكثر من يعني لفتره طويله. السؤال المهم دايما بتسائل منه، الماسك عموما انا بلبسه ليه مده كم؟ طيب عندنا منظمه الصحه العالميه قالت انه الماسك ممكن يتلبس لحد 6 ساعات او 6 ل 8 ساعات. عندنا والله اليو اي سي دي سي في امريكا بتتكلم بتقول انه الماسك ممكن يتلبس من 8 ل 12 ساعه، وعندنا برضو على ان اتش اس في يو كي بريطانيا بيقولوا الكمامات سواء كانت الكمامه الجراحيه ولا الكمامه الثانيه ممكن تتلبس برضو لحد 6 ساعات. فهو الافريج انه الكمامه الواحده ممكن تتلبس كم؟ من 6 لحد 12 ساعه، تمام. فدي بالنسبه، لانه في ناس متخيلين بيقول والله لا الماسكات بتتلبس كل 3 ساعات، لا هي الافريج لكل البروتوكولات او ذكرته ومسي حاليا بيتكلموا انه من 6 ل 12 ساعه انت ممكن تكون لابس نفس الكمامه اللي هي بتستخدمها مع اكثر من عيان. دي بالنسبه للكمامات اللي هو دي الاستخدام الممتد اللي هو انا بلبس الكمامه لفتره كم. السياسه الثانيه برضو اللي هو الريوز، اعاده الاستخدام. طيب السؤال برضو المهم، هل انا ممكن اعيد استخدام الكمامات نفسها؟ هل يعني هل لما انا اطلع الماسك واتخلص منه هل ممكن تاني البسه؟ الكلام ده فيه حبه اختلاف، لكن مثلا في امريكا وفي بريطانيا هم ممكن او خدتوا سياسه انه ممكن يعملوا ريوز او اعاده استخدام للكمامات باختصار. طبعا هو الموضوع ده طويل شويه، لكن انا احاول اختصر النقاط عشان بس نطلع انه فعلا هي في حلول وفي استراتيجيات بديله. يعني احنا في السودان المفروض الاولى ان احنا نمشي بالاستراتيجيات دي عشان حتى الكادر الطبي هو ذاته يستوعب انه لا، انه انت حتى لو لبست لاكثر من مره او حتى لو لبست لفتره طويله بالطريقه الصح انت برضه بتكون محمي. فعشان كده هي دي الغرض من اللايف الليله. حتى الاستخدام بالنسبه للكمامات الطبيه سواء كان النوع الاول ولا النوع الثاني برضه هو بيعتمد على شروط معينه. هم قالوا طريقه بشنو؟ حتى الاستخدام قالوا بطريقتين. الامريكان او في الولايات المتحده الامريكيه قالوا انه ممكن يحصل لها دي كونتامينيشن، يحصل لها تطهير كويس، او هي تتنظف بجهاز بخار معين كانت طلعتها شركه 3M اللي هي شركة طبعا مشهورة اللي بتصنع الماسكات، بالذات الماسكات العالية الكفاءة او اللي بيسموها ال N95. دي الطريقة الأولى، ولكن طريقة بقت حتى ما محبذة او ما يعني ما مثبتة علميا ان هي فعلا بتطهر الماسك بالطريقة الصحيحة وبالطريقة الفعالة. في الطريقة الثانية اللي بقى حتى برا شغالين بيها ودول الخليج شغالين بيها، ونحن هسه في السودان المفروض نشتغل بيها لانه حتى في بروتوكول طلع للحاجة دي، انه الواحد لابس الماسك بعد ما لبسه لفتره طويله زي ما قلنا قبل شويه وقمت اتخلصت منه، انه المفروض ما تتخلص منه ترميه في الزباله، لكن تقلعه بالطريقه الصحيحه وبالطريقه الامنه، بتكون بتخزنه او بتخط الماسك
بتطبقه او بتحطه في ورقه او بتحفظه في حته، وبتخلي الماسك ده يمر عليه 5 ايام او اقل حاجه 72 ساعه، والريكومندد او الافضل يكون لمده اسبوع تخليه في الورقه دي. بعد اسبوع تجي انت نفس الكادر الطبي تلبس الماسك حقك كنت لابسه وتلبسه من جديد. الفكره دي اتبنت على شنو؟ الفكره دي اتبنت انه الفيروس نفسه، كل الدراسات او بقى في الدراسات القويه طلعت انه الفيروس بيعيش كام على السطح، زي الجورنال اوف ميديسين ان انجلاند مثلا، دي كانت دراسه قويه جدا وبقت العالم ماشيه بيها، انه الفيروس اكثر فتره بيعيش على الاسطح هي عباره عن 72 ساعه تمام، اللي هم اكثر اسطح معروفين هم البلاستيك والستينلس ستيل او الحديد. فبالتالي على اساس الفكره دي قالوا خلاص انت اقلع الماسك اللي لابسه، تقلع بالطريقه اهم حاجه بالطريقه الامنه، وتغسل يدينك بعد ما تقلع طوالي، تخزن الماسك، تحفظه في ورقه مثلا محفوظه ولا في حته مثلا في غرفه او في علاقه تعلق فيها الماسك، وتجي انت يمر على الماسك 72 ساعه، والريكومند زي ما قلت قبل شويه او خليها لمده اسبوع، تجي بعد اسبوع تجي تلبس نفس الماسك بتاعك، لانه على اساس انه الفيروس ما بيعيش اكثر من 72 ساعه، فبالتالي بيكون بالنسبه لك سيف انك انت تلبسها مره ثانيه. ده بالنسبه لاعاده الاستخدام. وطبعا لما تيجي تلبسها مره ثانيه برضه تلبسها بالطريقه الامنه، اللي هو ما تهبش السطح القدام للماسك، وتقوم تلبسها بالصوره الكويسه وبالصوره الامنه. وبعد ذاك شنو؟ بعد ذاك هو تلبسها وتواصل. طيب انا كم مره بعيد الاستخدام او انا بلبسها كم مره؟ هسي حاليا اطلع التوصيه دي كلها، اصلا هم دي الناس اليو اي مركز الوقايه من الامراض في امريكا، هناك هم الوصوا بالتوصيه دي، ومعاهم برضو الاوروبيين، لكن المنظمه الصحه العالميه لسه ما وصلت بالتوصيه دي. قالوا انك انت لو استخدمت الطريقه بتاعت انه اعيد الاستخدام بالطريقه اللي قلتها قبل شويه، انت المفروض تلبسها 5 مرات ماكسيمم، يعني 5 مرات هي حدك الاقصى، وبعد ده تتخلص من الماسك، وبعد ذاك تلبس واحد جديد او من الكرتونه زي ما بيقولوا. الطريقه دي هي فعلا طريقة عملية وبيجي في ناس شغالين بيها، وواحدة من أبرز الحلول إنك أنت بتوفر الضغط على أدوات الوقاية الشخصية بالصورة الكبيرة، يعني لو الناس ممكن تستخدم، بس عشان تعرف إنه دي في النهاية دي توصيات طلعت من مراكز بحثية كبيرة وهي اتكلمت عن الموضوع ده، وبيجوا في ناس شغالين بيها. ده بالنسبة اللي هو لإعادة الاستخدام للكمامات، زي ما قلنا إنه في ناس يا إما كانوا هم عملوا سياستين، يا إما ممكن تتطهر ببخار معين، بتاخد دورتها معينه والناس تلبسها، ودي بقت حتى ما محبذه لانه زي ما قلنا ما مثبته علميا بصوره قويه. وبالنسبه للثانيه برضو واحده من الحلول اللي طرحوها انه انت الماسك اللي لابسه تقلعه، طبعا ده لو قلنا قبل شويه انه لو ما توسخت، لو ما ترطبت ولا حتى شرطت، يعني شكلها كويس، الانتجريتي بتاعتها ذاتها كويس، ما فيها اي مشاكل، وتكون بس تقلعها بالطريقه الصح، تخزينها في حته، تديها تمر عليها 5 ايام لاسبوع، وبعد ذاك تجي انت ذاتك نفس الكادر كان لابس الماسك، تشيل الماسك من الورقة تلبسها تاني من جديد 5 مرات كحد أقصى. الكلام ده مطلعاه منه؟ مطلعاه اليو اس سي دي سي، اللي هو سنتر اوف ديزيز بريفنشن اند كنترول ان يونايتد ستيتس اوف امريكا. ده بالنسبة للريوز بتاعت الكمامات الطبية. وطبعا بافتراض نحن عارفين انه حتى الكمامات اللي هي ال N95 النوع الثاني دي اصلا حتى خدت لنا اولويه لناس معينه في المستشفى، يعني ما اي زول في المستشفى بيكون لابسها، لكن بيكون لابسها الناس اللي هم التعرض للمرض بيكون اللي هو عالي شديد، اللي هم بالذات ناس العنايه المكثفه وناس الاي ار، ناس الطوارئ، لانه كمان الطوارئ دائما بيكون فيها زحمه شويه، وبيكون فيها عمليات اللي هو بيكون بيحصل فيها تناثر للايريزولز او للجزيئات الصغيره التنفسيه اللي بتتعلق في الهواء دي، عشان كده دي اكثر ناس المفروض الاولويه بالنسبه لهم يلبسوا ال N95، بينما الناس الغير في الحته او غير الحتات دي ممكن يلبسوا الكمامه الطبيه اللي شفناها قبل شويه، اللي هو السيرجيكال فيس ماسك او الكمامه الجراحيه، الكمامه الجراحيه. ده بالنسبه لموضوع الكمامات. وفي حتى كمان انه يعني شوف الامريكان واصلوا وين في الموضوع الازمه، لانه هي فعلا الازمه دي حقيقيه وخلت الناس، يعني لو في ناس بتتابع في المقالات او في الصراخ بتاعت الناس دي، لانه والله يا اخي في ازمه نقص، انه حتى في امريكا في كان متذكر في قبل اسبوع في مجله التايمز كان بيتكلموا عن ازمه النقص، وجابوا استضافوا زي 900 ريسبوندر، يعني ناس عاملين في مؤسسات صحيه بيتكلموا انه هم ما كانوا بيلبسوا، وفي صور اتنشرت لو اظن الناس شافتها، كان بيلبسوا حتى بدل المريله اللي بيلبسوها الطبيه دي بيلبسوا اكياس زباله بيحطوها على جسمهم
كويس عشان يقدروا يواصلوا الشغل اللي هي بتوفر لهم كنوع من الحماية. يعني شايفين الناس وصلت لدرجة من إن النقص في الوقاية الشخصية وبقت تتاخذ كبدائل وكحلول للحاجات دي. دي كده لكمامة انتهينا منها في نقاط مختصرة. بالنسبة مثلا نجي للحاجة الثانية المهمة اللي هو الموضوع بتاع المرية أو الجاون أو العباية الطبية الناس اللي هي بتلبسها. طيب بالنسبة للعباية الطبية دي ولا السيرجيكال جاون ولا الايزوليشن جاون، نحن عندنا طبعا نوعين من المريله اللي بتتلبس. في الحاجه بسموها المريله اللي بيلبسوها زي بيلبسوها ناس الجراحه، وفي حاجه اسمها الكفر اول. الكفر اول ده اللي هو اللبس الفضائي باختصار كده عشان الناس تكون شنو يعني تكون عارفه الكفر اول ده، بالنسبه بالذات للكوادر الغير طبيه ده برضو بيتلبس. اول حاجه اللبس الفضائي ده اللي احنا بنشوفه او الكفر اول ده كويس، المنظمه الصحه العالميه بتقول والله يا اخي اصلا المفروض ما يتلبس. الوحيد اللي بتطلع قاعد تطلع توصيات انه والله كفايه انه الناس تلبس جاون او كفايه انه الناس تلبس اللي هي المريه الطبيه بتاعت الجراحه، لكن اللبس الفضائي ده ما في اي داعي له. ده بالنسبه للدبليو اتش او، لكن في بريطانيا وفي امريكا بيقولوا لا ممكن يتلبس عادي. وبالعكس في بريطانيا كمان قالوا انه الكفر اول ده بيتلبس في الحتات الهاي ريسك او اللي بيكون فيها نسبه التعرض للعدوى بصوره كبيره جدا، زي ما قلنا قبل شويه بالذات في وحده العنايه المكثفه للناس اللي بيكونوا مثلا مصابين وقاعدين في الاي سي يو في وحده العنايه المكثفه. فبريطانيا بيقولوا لا الافضل ان هم يكونوا لابسين الكفرول. فهي برضو فيها اختلافات وفيها حاجات، عشان كده شنو دي كلها حاجات مختلف عليها. لانه في ناس ممكن تسالك تقول لك والله يا اخي ما في بريطانيا شغالين كده، ما في امريكا شغالين كده. طيب بالنسبه لي يعني في ناس بيقول لك والله في بريطانيا شغالين كده، في امريكا شغالين كده، ليه ما نشتغل كده؟ اول حاجه لازم الناس تقتنع انه كل دوله عندها بروتوكول خاص بها، كل دوله عندها الحاجات اللي بتناسب الكونتكست بتاعتهم. فانا هسه بقوم بعرض الكلام لانه فعلا في اختلافات لكل الناس اللي بتحاول مثلا تشوف يعني بتقرا الحاجات دي عموما بتعرف انه فعلا في اختلافات. يعني في ناس بيقول والله الكفر اول ما مطلوب، اللي هو اللبس الفضائي ده ما مطلوب زي الدبليو اتش او. لهسه حاليا هي بتقول الكفر اول ده غير مطلوب، بس تلبس الجاون تلبس المريله الطبيه. في ناس في بريطانيا بيقولوا لا تلبس الكفر اول، وبالعكس الافضل تكون لابسه الكفر اول يلبسوها الناس اللي بيكونوا ات هاي ريسك او بيكونوا في الحتات اللي فيها نسبه للتعرض للعدوى في المؤسسه الصحيه بصوره كبيره، بالذات في وحده العنايه المكثفه مثلا. الامريكان والله قالوا ممكن تلبس ده وممكن تلبس ده. تمام، انا بس عشان جاني سؤال في وشياسي اللي هو قال لما تطبق الكمامه لاعاده الاستخدام يكون الجزء الخارجي للداخل ولا الخارج مع. طيب شكرا لك، احنا بس معلش ادار انوه انه الاسئله خليها في النهايه ان شاء الله، اي زول عنده اي سؤال خليها في النهايه، لكن برضو عشان احنا كنا بنتكلم في الكمامه. لما دي تطبق الكمامه وزي ما قلنا مثلا في حاله انك تعيد الاستخدام تحاول تطبق الجزء الجوا لبرا. يعني مثلا انا هديكم مثال سريع، ده الماسك كويس، ده الجزء البرا ده اللي بيكون واحد لابسه اللي هو لابسه بالطريقه دي صح، وده الجزء البرا وده الجزء الجوا. لما تيجي انت داير تغير او داير تعيد استخدام الماسك بالطريقه اللي هي دي واحده من الاستراتيجيات اللي عملوها، بتقوم انت المفروض تطبق من جوا تطبقها لبرا، لانه طبعا معروف انه السطح البرا بيكون هو شنو بيكون هو المتسخ او بيكون حصل له كونتامينيشن او ممكن بيكون هو المعرض للاتساخ عموما او للتلوث. فبالتالي انت لما تطبق الماسك لازم تطبق من جوه لبرا بالضبط كده كويس، بتطبق من جوه لبرا، وبعد ذاك بتقوم عشان انت كده بتضمن انه السطح الجوه ده هو السطح المقابل للفم بتاعك وسطح البرا هو المقابل للمريض. فبالتالي انت من جوه لبرا بتضمن انك انت بتهبش الحته اللي كونتامينيتد او الاقل تلوثا وبعد تحفظها. تمام، ده بالنسبه للكمامات. طيب نرجع لموضوع المريله او الجاون. بالنسبه قلنا زي ما قلنا في سيرجيكال جاون وفي اللي هو الكفرول او اللبسه زي ما بيقولوا عليها الفضائيه. وقلنا انه في ناس بيقولوا ممكن تلبس كده وممكن تلبس كده. واكد تاني انه الدبليو اتش او منظمه الصحه العالميه بتقول انه الكفر اول ده اصلا ما مطلوب للناس اللي بتعمل رعايه صحيه الكوادر اللي هو كانت المشتبهه ولا كانت المصابه، تكتفي بس بالايزوليشن جاون. لكن في بريطانيا قلنا قالت لا، قالت والله ممكن تلبس كفرول وممكن بالعكس تلبس الكفرول في الحتات الات هاي ريسك زي ما قلنا في العنايه المكثفه. وامريكا برضو ماشيه بنفس السيستم تقريبا البريطاني. طيب اعاده الاستخدام، طيب نفس الشيء نفس الاسلوب السيستم او نفس الاستراتيجيه طلعوها في الكمامات برضو طلعوها في الجاون وطلعوها في كل الادوات اللي احنا بنلبسها، اللي هي طلعوا حاجتين
تاني عيدة، اللي هو الاكستندد يوز والليميتد ريوز، اللي هو الاستخدام الممتد وإعادة الاستخدام المحدود، ده بترجمتها بالعربي كده. وزي ما قلنا انه الستاندرد عموما اصلا في الحالات الطبيعيه، انه دائما انا لما البس ككادر طبي، لما اكون لابس لبس وقائي واتعامل مع عيان، من اخلص من عيان طوالي بتخلص من اللبس. لكن في الحاله عشان احنا عندنا ازمه وقاموا طلعوا استراتيجيات، بقت لا قالوا خلاص ممكن انت تعمل حاجه اسمها اكستندد يوز. يعني شنو؟ يعني الجاون اللي انا لابسه نفسه او المريه لابسه نفس الطريقه بتاعت الكمامات، انه ممكن اكون مستخدمها لفتره طويله وما شرط اغيرها بين كل عيان وعيان، لكن بتشترط نفس الشروط بتاعت الكمامات، انه ما تكون وسخانه، ما تكون عليها مثلا دم او تلوثت بحاجه، ما تكون مشروطه، لان نمرة اثنين. والحاجة المهمة جدا انه الحاجة اللابسة لازم اتعامل بها مع عيانين، طالما انا هتعامل مع عيانين مختلفين بنفس اللبس، لازم يكونوا العيانين يكونوا عندهم نفس الحاجة. يعني دي زي مراكز العزل مثلا اللي فيها الحالات المصابة، فطالما انا بتعامل مع مصابين كلهم عندهم كوفيد 19، فبالتالي انا ممكن البس الجاون بتاعي لفترة طويلة او اكستندد يوز. عشان شنو؟ عشان اللي هو اقدر اوفر أو اوفر الضغط على ادوات الوقايه الشخصيه دي، برضو اللي هو بالاكستندد يوز. في ناس كمان قالوا كمان شنو، يعني حس الامريكان، اكتر ناس تحسبهم زي المعصورين كده، يعني بيطلعوا استراتيجيات كثيره عشان بس يقدروا يوفروا الضغط او يقللوا الضغط. يعني حتى الدريات قالوا انه انت الحاجه اللي لابسها دي ممكن تقلعها وتلبسها تاني بدون حتى ما تعمل لها غسيل او بدون ما تعمل لها حاجه، وخدتوا لها شروط معينه انه تتلبس. يعني ممكن لو قلعتها انت ككادر طبي تقلعها بطريقه امنه، تقوم تلبسها تاني وتتعامل بيها كويس مع عيان نفس عيانينك بوقت قصير، وبعد ده تقلع وتتخلص منها. دي برضو الامريكان برضو قالوا كلام زي ده، تبع اليو اي سي دي سي برضو طلع استراتيجيه زي دي. لكن انا يعني افتكر هي ما حاجه محبذه انك انت بالذات لو لابس حاجه هي ديسبوزابل انك انت تقلع وتلبسها تاني طوالي. فدي بالنسبه للاكستندد يوز. بالنسبه للريوزابل، هل والله الحاجه اللي بلبسها دي هل هي انا ممكن اعيد استخدامها ولا لا؟ ده السؤال المهم. العالم بيجا دايما عشان يقدر يتخلص من الازمه بيجا بيتجه على الحاجه اللي انا المفروض استخدمها مره واحده للحاجه الريوزابل، انا اقدر استخدمها من جديد. طيب الريوزابل ده ممكن الجاون ده العبايه ولا المريله الطبيه او حتى الكفر اول، لو هو مصنوع من خام، من ماده خام، والله ممكن تخليها تتعاد استخدامها من جديد. مثلا تكون مصنوع من قطن، ودي بقت في دول كثيره بقت ماشيه على الحاجه دي، ان هي بتصنع مرايل طبيه ولا حتى الكفر اول ده من قطن او من مواد ممكن تتعاد استخدامها من جديد او ممكن تتغسل، فبقت برضه معمول فيها الريوزابل. انه والله خلاص اوكي انا طالما عندي قاون بقدر اصنعه من مواد خام، بتقدر زي الهدوم بالضبط، يعني زي الملابس، بالتالي انه انا ممكن بعد ما استخدمها مع العيانين اقوم اقلعها برضه بطريقه امنه، اوديها المغسله، ودي برضو الحاجة اللي وصلت عليها الـ WHO كبديل، أو كأن أنا ممكن أعيد استخدام المرايل الطبية، إنه ممكن بعد ما أمشي أوديها المغسلة أغسلها بصابون وموية بمنظف تكون بموية سخنة، وبعد ذاك أخليها تنشف، وبعد ذاك ممكن ألبسها تاني. وطبعا يلبسها نفس الزول، يعني تكون الجاون خاصة بزول واحد أو بكادر واحد، ما يكون مثلا يلبسها واحد تاني. ده دي قالتها برضو الـ WHO، وقالت وبرضو أمنت عليها أو وصلت عليها الـ USCDC، وبرضو البريطانيين برضو وصوا على الحاجة دي، انهم في حالة يعني شجعوا اللي هو تصنيع المرايل او الكفرول بتكون من مادة قطنية عشان تقدر تتعاد استخدامها من جديد بالمغسلة العادية دي. وحتى قالوا انت لو ما عندك مغسلة، لو المؤسسة الصحية ما عندها مغاسل تقدر تغسل باختصار، طلعوا لها برضو طريقة انه الحاجة اللابسة دي بالضبط بعد ما تقلعها بتقوم بتغمسها او بتعمل لها زي نقع كده في محلول بتاع كلورين، وبعد ذاك بتشطفه، وبعد ذاك بتخطه في الشمس لمده ساعتين، بعد ما ينشف ممكن تلبسه تاني من جديد. فبالتالي الحلول كثيره، وبقت هم طوالي بيطلعوا استراتيجيات لموضوع اعاده الاستخدام لموضوع الجاون ده. بالنسبه للجاونات، بالنسبه للنظارات الطبيه، وبالنسبه للفيس شيلد الاقنعه الواقيه للوجه، دي اصلا هي ممكن تتلبس وتتلبس تاني من جديد، يعني بيحصل فيها اعاده استخدام اللي هي بالراحه بعد، باختصار بعد ما الواحد يقلع القناع الوجهي مثلا، ولا حتى النظارات اللي بيلبسوها في المؤسسات الصحيه، مجرد ان هي بتتطهر او بيحصل لها تطهير، بترش عليها يا اما كحول يا اما الكلورين
او محلول الكلور بتخليها 5 دقائق ل10 دقائق بتمسحها تاني لما تبقى نظيفه وتنشف، وبعدها ممكن تتلبس تاني من جديد. دي بالنسبه للنظارات، والقناع الوجه دي ما فيها مشاكل تعتبر في موضوع اعاده الاستخدام فيها. نجي لاخر حاجه عشان انا ذاته ما اطول في الكلام، انه لموضوع الجلافزات الجوانتات، هل الجوانتات دي ممكن تعاد استخدامها ولا لا؟ ده السؤال المهم. طيب الجوانتات طبعا معروف وكان عليها ريستريكشن، يعني عليها تضييق شديد، انه الجوانتات اللي بيلبسها الكادر الطبي ده عموما انت تعاملت مع عيان المفروض تتخلص منه طوالي، تتخلص من الجوانتات طوالي حتى لو بيتعامل مع ناس مصابين. لكن الناس اللي طلعوا كلام في الجوانتات هم برضو اليو اس سي دي سي في امريكا، ولو لاحظتوا كل كلامي كل يعني زي ما قلت قبل شويه، هم في امريكا هناك مطلعين استراتيجيات كثيره جدا جدا، عشان يعني زي ما قلت بتحسبوهم هم دايرين بس يطلعوا استراتيجيه عشان يقدروا، لانه فعلا الموضوع الازمه ده موضوع كبير جدا، يعني بالذات مع الدول اللي بيكون فيها حالات كبيره، وهم عايزين يحافظوا على النظام الصحي يكون شغال بصوره برضه فعاله عشان يقدر المريض يقدر يلقى رعايه طبيه. فطلعوا انه الجلافزات دي ذاتها ممكن، لا ممكن يحصل لها اكستندد يوز، او ممكن يحصل لها استخدام ممتد بين اكثر من عيان، وشي دي طبعا حاجه بتخالف الستاندرد او المعايير القياسيه. لكن هم قالوا شنو في الحاله دي؟ دي بالنسبه للكوادر الطبيه، انت لابس جلوفز وشغال لعيانين من نفس المرض، يعني مثلا نقول في مركز عزل وشغال لعيانين كلهم مثلا عندهم كورونا، بين كل عيان وعيان بتقوم انت بتعقم يدينك بالجلوفز بتاعك بالكحول، او حتى ممكن تغسلها بالمويه والصابون. دي الحاجه اللي هم وصوا عليها، انه والله انا لابس جلوفز انتهيت من عيان ماشي لعيان تاني، ما خلاص في الحاله في حاله الطوارئ انت شنو، انت ما تقلعها ما تتخلص منها، لا تقوم تجيب براح الكحول، او حتى ممكن لو ما لقيت كحول او ممكن تجيب مويه وصابون. هي دي حاجه هم حتى بيقولوا انه دي حاجه اصلا ما ريكومندد، لكن دي زي ما بيقولوا الضروريات تبيح المحظورات، يعني هم لقوا خلاص في النهايه احنا احسن نعمل كده افضل من نقطع جلافزات او نقطع جوانتات، وفي النهايه حتى ما نلقى طريقه انه نقدر نعاين بها لنعمل رعايه صحيه لاي مريض سواء كان مصاب او حالات مشتبهه. فبقولوا انه الجوانتات دي كلها بدل ما اغيرها من مريض لمريض، بقوم انا بالراحه بس بعقم يديني فوق الجوانتات نفسها، سواء كان بالكحول ال 70% ولا كان بالمويه والصابون. دي بالنسبه لموضوع الجوانتات. وبعد ذاك بعد ما انتهي من الرعايه الطبيه انا بقوم بتخلص من الجوانتات اللي انا لابسها. دي باختصار هو ده كل الاستراتيجيات او كل البدائل والحلول اللي اتكلموا عنها العالم او التوصيات اللي طلعت بها، سواء كانت دبليو اتش او منظمه الصحه العالميه، ولا حتى اليو اس سي دي سي في امريكا، ولا حتى الان اتش اس في يو كي، وحتى برضو الايريش اللي هم عندهم الايرلند اللي هو الكونسل بتاعهم بالنسبه حتى للانفكشن بريفنشن كنترول كونسل في ايرلند، برضو هي موافقه تماما كلام بريطانيا، ان هم طلعوا كلهم استراتيجيات اساسيه عشان كحلول وكبدائل للنقص او للازمه حقت البي بي ايز او ادوات الوقايه الشخصيه. واختصرها تاني هم بجملتين، انه اي حاجه بقت عامله لها او عملوا لها اكستندد يوز استخدام ممتد وليميتد ريوز، يعني الحاجه اللي انا اللي كنت زمان بين كل عيان وعيان بغيرها، لا هسه انا ممكن استخدمها لاكثر من عيان لكن بالشروط اللي قلناها في البدايه، زائد انه موضوع الريوزابل بقت في حاجات ممكن هي اصلا ما كانت ريوزابل، يعني ما كانت بتتعاد استخدامها، لكن هسه حاليا بقت ممكن تتعاد استخدامها لكن بطرق معينه وبشروط معينه. يعني ده كله عشان فعلا ازمه النقص يعني بقت حاجه، يعني حاجه مشكله كبيره جدا بيعاني منها العالم، يعني ما في السودان بس، يعني نحن حتى في السودان لما بنتكلم والله في ازمه، لا الازمه دي ما في السودان، الازمه دي في كل العالم، يعني حتى في الدول الغنيه، الدول اللي بيكون عندها فندنج كويس او حتى عندها ميزانيه كويسه للنظام الصحي، هي برضه بتعاني من ازمه الوقايه الشخصيه. فبقت ماشيه عن سياسه الاولويات زي سياسه الحلول والبدائل الممكن تتعامل عشان الناس الكادر الطبي يقدر برضه يكون محمي، لانه في النهايه زي ما قلنا في البدايه المبدا انك انت ما بتطلع استراتيجيه بديله عشان الكادر الطبي يشتغل وخلاص، لا الاستراتيجيه في النهايه اللي بتطلع كبديل برضه هي لحد ما بتضمن نوع من الامان للكادر الطبي، عشان شنو؟ عشان يقدر يواصل شغله بصوره امنه، لانه معروف الكوادر الطبيه هم خط الدفاع الاول، انت حميتهم بشكل كويس انت كده نظامك الصحي بتقدر تحميه. فعشان كده الحاجه اللي بقولها دائما للمجتمع، انت المجتمع ده من بدري يحاول هو يلتزم بالاجراءات
ويحاول ان هو يقعد في البيت ويحاول يتبع كل الاجراءات الاحترازيه المعروفه، غسيل اليدين والناس ما تحتك ببعض والمسافات الامنه 1 ل 2 متر، عشان انت عشان ما تدخل يعني عشان المستشفيات هنا ما تدخل روح في حته ضيقه ويحصل ضغط على المستشفيات، وبالتالي بتضغط على ادوات الوقايه الشخصيه، وبالتالي بيحصل شنو؟ بيحصل انك انت بتعرض ذاته الكادر الطبي انه هو يكون غير محمي. عشان كده انا يعني اتمنى من كل افراد المجتمع ان هم يحاولوا كويس ان هم يلتزموا بالاجراءات الاحترازيه كلها، عشان في النهايه انت بالحركه دي انت كده بتحمي النظام الصحي وبتحمي كوادرك الطبيه عشان المستشفيات تكون ماشيه بصوره كويسه. واحده من الاسئله كانت برضو سالت فيها قبل كده وهتكلم عنها، انه انت طيب لو ما في ماسك كله لو ما في ماسك عديل اعمل شنو؟ لو ما في اي كمامات هل انا ممكن اتعامل مع مريض مصاب ولا لا؟ طيب لو جينا نفتش على اجابه للحاجه دي نرجع تاني لليو اس سي دي سي. السي دي سي اللي هو سنتر اوف ديزيز اند بريفنشن ان يو اس اي في امريكا هناك قالت والله في حاله انت ما لابس ماسك او ما في اي ماسك وعندك بيشنت انت مثلا مصاب بكوفيد 19 هتراعيه، قال ممكن تعمل الحاجه دي لكن في حاله واحده او في حالتين تقريبا. اول حاجه قالوها الامريكان شنو في الحته دي؟ قالوا انه والله لو ما في اي ماسك اول حاجه لازم تكون الغرفه القاعد فيها المريض يكون افضل تكون مصممه بتهويه خاصه اللي هي بيسموها الضغط السلبي عشان تشفط الهواء الملوث، فبالتالي انت بتخلي الهواء يعني بطريقه ما بيكون انظف ما يمكن. الحاجه الثانيه قالوا شنو؟ قالوا حاجه غريبه شويه كده، قالوا انه الطبيب ممكن يمشي كويس ويشتغل للعيان من غير كمامه اللي هو على اساس يلبس القناع بتاع الوجه بس من غير كمامه، لكن يفضل انه يكون الطبيب هو اصلا حصل له اصابه للكورونا قبل كده، يعني يكون الطبيب الكادر الخاشي ما يكون زول عمره كبير، ما يكون زول عنده امراض مزمنه، يكون كادر طبي هو فيت ويكون الافضل انه صاب قبل كده. على اساس شنو؟ على اساس انه الامريكان او في امريكا هم مقتنعين بالدراسات اللي بيتكلم كثير ولسه هي ما تم اثباتها بنسبه 100%، لكن زي ما قال دكتور فوتشي ده معروف طبعا انه هو واحد من الاكبر الخبراء في الوبائيات اللي هو في العالم واللي هو مترأس موضوع الوبائيات في امريكا اللي هو الـ NIH تقريبا، ده اسم المؤسسه اللي هو ماسكها، اللي هو بيتكلم وكل الابحاث بتقول انه اي واحد مصاب اتصاب قبل كده بيقوم بيطلع عليه او بيتكون عنده مناعه اللي هي بتحميه من عدم الاصابه مره اخرى بالكورونا. طبعا الموضوع ده جدلي، منظمة الصحة العالمية إلى الآن قالت والله يا أخي إلى الآن ما في أي إثبات، لكن في أمريكا بالذات الأبحاث كلها ماشية إنه لا، إنه والله يا أخي الزول اللي اتصاب قبل كده بتطلع عنده مناعة، بتتكون عنده مناعة زي أي فيروس. حتى متذكر الدكتور فوتشي في لقاء قبل أسبوع قال الكلام ده، إنه مقتنع من جواه إنه زي أي فيروس هو بيتكون عنده مناعة فبالتالي بتحميه لحد ما إنه هو اللي هو يتصاب مرة أخرى بالكوفيد 19. وطبعا ده كلام زي ما بقول لسه ما اكون فاهم يعني نوت 100% اللي هي خلاص بقت حاجه مؤكده. على اساس الحاجه دي بيجوا خلاص بيقولوا طالما انا عندي ناس اصابت قبل كده كوادر وبقت يعني بقت كويسه وبقت ريكفرد، وعلى اساس هم ديل اولى الناس ان هم يتعاملوا مع العيانين بالذات اللي بيكونوا في الحتات الهاي ريسك زي العنايه المكثفه. فبقول والله في الحاله دي لو انا قطعت ماسك تماما ممكن انا اجيب الناس دي اخليهم هم يتعاملوا مع العيان ده. طبعا انا بتكلم في حاله الضروريات شديد، يعني انه ما في طريقه اصلا الا العيان ده واحد يكون ده اللي يخش عليه وقادر يتعامل معاه وانت قطعت كل الامكانيات. فانا بعرض استراتيجيه هي في النهايه طرحتها اليو اس سي دي سي في امريكا انه كحل او كبديل للحاجه دي، عشان بس اوري الناس انه في حلول طلعت بعد ذاك. والله يا اخي هي مثلا تكون الايفيدنس بتاعتها هل هي كويسه ان هي امنه ولا ما امنه دي حاجه مختلفه، لكن دي كلها عرض لكل الاستراتيجيات اللي طلعت في الموضوع ده. واحده بس معلومه كده جانبيه بالنسبه لموضوع الناس الريكفر بتطلع او الناس اللي تعافت وطلعت عندهم مناعه والاقتناع بالنظريه دي، الامريكان برضو في واحده من الدراسات طلعت جديد في مجله نيتشر، وكلنا عارفين مجله نيتشر دي عباره عن شنو، هي من اكبر المجلات المرموقه في العالم اللي بتطلع بتنشر الدراسات البحثية. بيتكلم انه عشان هم مقتنعين والى الان ماشيين على اتجاه انه والله يا اخي الناس اللي اتصابت بيتكون عندهم مناعة، فبقت في استراتيجية انه هم كل المصابين او اللي حصل لهم تعافي هم هيكونوا الواجهة في التعامل مع الناس الانفكتد. دايرين عملوا استراتيجية كده يعني ظريفة جدا، انا ان شاء الله ممكن اشيرها
او من خلال صفحة دار تقريبا، هي زي شيرتها ولا هشيرها دراسة كده بتتكلم عن استراتيجية في المجتمع عشان تقلل الترانسميشن او انتقال العدوى بين الاشخاص، انه بتخلي الناس اللي في الواجهة في التعامل، او حتى الناس اللي هيرجعوا الشغل، او حتى الناس اللي لما مثلا يفكوا الحظر يتعاملوا مع يتعاملوا مع الببليك عموما، هم يكونوا الناس اللي اوريدي كانوا مصابين قبل كده، على اساس انه الازول اللي اتصاب وتعافى شايفين انه هو بتتكون عنده مناعة، فبالتالي هم عندهم استراتيجية ظريفة بشكل معين كده او بموديل معين ممكن تتعرض عليكم ان شاء الله لقدام. فالمهم نرجع بس لانه الاستراتيجية قلتها قبل شوية، لو ما في ماسك دي الكلام اللي قلته انه الكادر الطبي ممكن يتصرف بالطريقة اللي قالت قبل شوية. منظمة الصحة العالمية بتقول انه نسبة الضغط الطلب على المعينات الأدوات الوقاية الشخصية في العالم بالذات الكمامات بتتراوح بين 30 ل 90 أو 80 مليون في الشهر. 80 من كم؟ من 60، سوري معلش، من 60 ل 80 مليون في الشهر. ده نسبة الضغط أو نسبة الطلب على أدوات الوقاية الشخصية في العالم. بالنسبة مثلا للجلافزات هي أقل شوية، والجوانتات بتكون حوالي لمليون ل 2 مليون حسب تقرير منظمة الصحة العالمية في شهريا، دي نسبة الضغط بتكون عليها. عشان كده حتى بقى في توصيات انه بالذات منظمة الصحة العالمية كانت بتوصي كل الشركات وكل المصانع ان هي تزيد الانتاج بتاعها بنسبة 40% عشان تقدر توفر وتقدر توزع كل الادوات الوقائية الشخصية بالذات للدول الفقيرة اللي هي ما عندها اللوكال برودكشن او ما عندها الانتاج المحلي تقدر تعمل بيها الحاجات دي، عشان تقدر الحاجات دي تصلها اول باول. ده بالنسبة للإنتاج بتاعة الأدوات الوقاية الشخصية. واحدة من المشاكل اللي حصلت برضو وأثرت على الموضوع ده هو الغلاء بتاع الأسعار نفسه، اللي هو الانكريز في السعر أو زيادة في السعر. وطبعا دي حاجة منطقية، دي ما حاجة يعني المفروض نحن نتفاجأ، لأنه أي شيء في الدنيا دي الطلب لما يزيد عليها أكيد بيحصل شنو؟ بتنفجر في الأسعار. يعني حتى الـ WHO بتقول إنه سعر أكثر حاجة زادت فيها الأسعار هي سعر الكمامات بنسبة تقريبا 6 أضعاف زادت اسعارها، وباقي الحاجات دي كلها برضو اسعارها زادت من 2 لـ3 اضعاف، وبقت دي خلقت ازمه وخلت الحاجات تكون هي ذاتها مكلفه بصوره كبيره، واللي هاي هي بترهق حتى حسي حاليا في السودان نحن الحاجه دي. وكلنا ملاحظين يعني الكمامات غلت، الحاجات باقي الادوات الوقايه الشخصيه كلها بقت مكلفه واسعارها زادت. فالناس هي بس ما تستغرب من الحاجه دي، لانه دي حاجه طبيعيه بتحصل في كل العالم، اي شيء بيتم الضغط عليه في فتره قصيره او الطلب بيزيد عليه بصوره كبيره انت بتتوقع عادي انه الاسعار بتزيد. فعشان كده برضو احنا في السودان المفروض لو يعني لو امكن نتجه انه في حاجات محليه ممكن تتعمل زي القناع الوجهي مثلا، الفيس شيلد، المريله، الحاجات بالقطن دي ممكن تتعمل بصوره محليه، وطالما تعمل الحاجه دي عشان نقدر يعني نوفر كمية بيكون في النهاية شغال برضو بصورة محمية. للأسف الكمامات الطبية تقريبا هي صعبة تتعامل لها صنع محلي، لأنه هي بتتعامل بطريقة معينة بمواد معينة بفلتر معين. عشان كده الكمامات الطبية دي بالذات نحن بنعتمد إن هي على الإكسبورتيشن أو على الاستيراد، إن هي تجينا من برا، أو حتى على الدوريشن بالذات زي الـ WHO دائما هي بتدعم الدول في العالم بالذات الدول الفقيرة، ان هي دائما بتوفر لها ادوات معينات شخصية عشان تقدر الادوات دي تكون موجودة بصورة كافية والكادر الطبي يقدر يمارس عمله بصورة آمنة. فانا ما هطول عليكم اكتر من كده، ده بالنسبة لكل الاستراتيجيات او كل البدائل اللي اتعرضت قبل شوية دي كلها كحلول او كارشادات هم طلعوها بروتوكولات معينة او جهات بحثية في العالم مختصة بالوبائيات عشان تقدر تتعامل مع أزمة النقص في موضوع الوقاية الشخصية. وطبعا برضو من أهم الحاجات الاستخدام الرشيد، اللي هي دي من منظمة الصحة العالمية من أوائل الناس طلعت البروتوكول ده، وإلى الآن هي قاعدة الاستخدام الرشيد لأدوات الوقاية الشخصية. يعني حتى الحاجة لو هي متوفرة لازم يحصل استخدام رشيد، لازم الحاجة ما تتلبس، لازم تحصل أولويات، لازم الله يا أخي الكمامات دي منو يلبسها ومنو ما يلبسها، الحاجة دي اللي بيلبسها منو ما بيلبسها منو، دي واحدة من الحاجات اللي وصلت عليها واللي هي لو الناس اتعاملت معاها بصورة كويسة من البداية هي أصلا هتقلل الضغط على أدوات الوقاية الشخصية. فهم عندهم في الموقع بتاعهم الإرشادات بتاعتهم، ممكن الناس ذاتها تطلع عليها وتشوفها، عشان بالذات الشغالين في المؤسسات الطبية عشان
تقدر تستغل او تتعامل بصوره افيشنت، يعني تقدر انت تستخدم مواردك بصوره رشيده، وزي ما بقول المستشفى يبقى نفسها طويل انه يكون الحاجات عندها قاعده ومتوفره. فدي بالنسبه لي خلصت الكلام كله. اي واحد مثلا، لو في اي واحد مثلا عنده اي استفسار او اي سؤال بيتعلق بالموضوع ده، فممكن يتفضل يسأل طوالي، لانه هو فعلا الاسئله في الحياه دي كثيره جدا، بالذات للكوادر الطبيه ولا كان للمؤسسات الصحيه. يعني في اسئله كثيره بتتعلق، والله يا اخي انا بلبس مده كم، هل انا بلبسها، هل انا والله لو لبست ده يعني. فلو في اي واحد اي استفسار او اي سؤال في الموضوع ده يتفضل يسأل طوالي. طيب، في نور الهدى عبد الله كاتبه انه بالنسبه للمس الاسطح المعدنيه، بيتكلم عموما عن الناس اللي بتطلع الحاجه دي هي صح ولا ما صح. طيب، نعود للموضوع بتاع الراشونال يوز او الاستخدام الرشيد، بالذات في الكوميونتي. استخدام الجوانتات دي اصلا بتستخدم لحاجات معينة. أول حاجة لما تتعامل مع أسطح ملوثة، يعني أسطح visibly أنت شايف قدامك هي ملوثة، يعني فيها ملوثات واضحة بالنسبة لك، أنت بتلبس جلوس في الحالة دي. وزايد بعد ده للحاجات المتعلقة بالمؤسسات الصحية، للكوادر الطبية اللي هم يتعاملوا مع عيانين، ولا بالذات مع في العمليات أو في البروسيديرز اللي بتكون فيها تعرض لسوائل الجسم. حكاية تلبس الجوانتات انت قاعد في مكتب ولا قاعد في سوبر ماركت، دي اصلا غير محبذ وغير ريكومندد. يعني الدبليو اتش او قالت اصلا دي ما المفروض اي زول في البابليك ما يكون لابس الجوانتات، الا يكون بيتعامل زي الكلام اللي قلته قبل شويه، في حاله مع تعامل مع ملوثات واضحه. كل الدول ما بيكونوا ناس قاعدين ولابسين قفازات في المكاتب وفي الترابيز، لا، الحاجه دي هي نوت ريكومندد. اول حاجه، انت لما تكون لابس جلوفز انت بيديك يعني الراشونال او السبب من الحاجه دي، انك انت لما تكون لابس الجوانتات دي بتكون عندك احساس مزيف انك انت والله إن في السيف سايد، يعني بتكون في الامان. والحاجه دي طبعا غلط. ليه؟ انا لما اكون لابس جلوفز واهبش هنا واهبش هنا، انا الحاجه اللي هبشتها في الاول ممكن انقلها للحته الثانيه اللي هبشتها، فبالتالي انت بالعكس بتساعد انك انت بتنقل الانفكشن نفسه. طيب، لما انا اكون ما لابس جلوفز بيحصل شنو؟ في الحته دي بيحصل حاجه مهمه جدا، انك انت المفروض تعمل دايما شنو؟ هاند هايجين او نظافه لليدين طوالي، بحيث انا لو والله لو مشيت السوبر ماركت هبشت حاجه، وبعد دخل بعد ما هبشتها بقوم بغسل يديني او بعمل بالكحول 70% اللي هو السانيتايزر، بقوم بعقم بيها يديني، وبالتالي لو هبشت سطحي ثاني بيكون اوريدي يديني بقت نظيفه. لكن لو انا لابس جلوفز، لو هبشت الحته الاولى وهبشت الحته الثانيه، لو الحته الاولى ملوثه وفيها حتى اي فيروس ولا اي حاجه مثلا ملوثه، انا بنقولها من هنا لهنا. فبالتالي عشان كده الجوانتات هي ذاتها بتساعد بطريقه ما ان هي بتنقل العدوى من حته لحته. دي نمره واحد. نمره اثنين، وقلنا زي ما قلت قبل شويه، انك انت ذاتك بالجلوفز ممكن تهبش وشك، ولا ممكن تهبش منطقه الوجه دي كلها. وطبعا مرات الزول لا اراديا بيكون بيهبش في وشه، فبالتالي انت لما تهبش بجلوفز طبعا دي برضه ريسك عليك كبير شديد بالنسبه للحاجه دي. يعني طالما انت في هاند هيجين وهي بقت الاستراتيجيه الاولى الفعاله، انه يا اخي الناس تحاول اول ما تهبش اي سطح ملوث ما ملوث، هبشت اي حاجه، دائما تعمل
اجريسيف هاند هايجين، يعني تكون طوالي انت بتعمل نظافه لليدين زي معروف اكتر حاجه بالكحول ولا كان حتى بالمويه والصابون. ودار انبه لحاجه في العلاقه، او الافضل منه والله المويه والصابون ولا الكحول، هو باختصار المويه والصابون هو افضل فعال اكتر، لكن العملي اكتر الكحول. ليه؟ لانه انا ما ممكن او افتكر صعبه او امبراكتيكال انه الواحد كل دقيقتين او كل فتره روتينيه بيقوم بيمشي يغسل يده بالمويه والصابون. اصلا فكره الكحول دي طلعت ليه؟ فكره الكحول دي طلعت عشان تحفز الناس او تشجع الناس ان هي تتجه ان هي تنظف يدينا، لانه لقوا اصلا لما الناس في البدايه قالوا مويه وصابون بس الناس بتكسل، الاحواض بتكون قاعده في حتات محدوده، الحكايه تغسل يدي بمويه وصابون كل دقيقتين كل 5 دقائق دي صعبه جدا. غير كده المويه والصابون على اليدين ذاتها عندها اثار سلبيه، ممكن تعمل حاجه يسموها ديرماتايتس او التهاب في الطبقه بتاعت الجلد نفسها. فبالتالي طلعوا الكحول از ريكومنديشن او از حاجه عمليه، انه الكحول سريع موفر في اي حته بتلقاها، ممكن تاخدها في جيبك، وهي في نفس الوقت لقوها برضو افكتيف ان هي بتقتل او بيحصل بتعمل دي كونتامينيشن ليدينك من او بت يعني بتطهر يدينك او بتخليها نظيفه من اي ملوثات او اي مثلا او معظم الفيروسات عموما. يعني بتكون هي الكحول بتشتغل بصوره فعاله، عشان كده دي الفكره بتاعت الكحول. فطالما انت بتتعامل في مشيت للبرة، مشيت لسوبر ماركت، مشيت لاي حته، دايما خلي معاك الكحول في جيبك. هبشت اي حاجه طوالي تعقم يدينك، تتاكد قبل ما تهبش وشك او عينك، والله خشمك نخرتك، تتاكد برضه انك انت تكون عقمت يدينك في اي حاجه انت بتعملها. تاكد دائما تكون انت يدينك نظيفه، سواء كان غسلتها بمويه وصابون ولا كان عملت لها تطهير بالكحول. زايد بلس انه السبب الثاني انه ان في النهايه انت بتوفر البي بي ايز، بتوفر ادوات الوقايه الشخصيه، عشان بتخلي الفعل الحوجه الاساسيه للجلافزات والجوانتات دي المفروض تكون دائما للكوادر الطبيه، عشان انت عشان المفروض كل موارد الدولة أصلا تكون ماشية للكادر الطبي الأيام دي، عشان نقدر نحافظ زي ما قلنا على السيرج كاباسيتي اللي هي استيعاب المستشفى واللي هي قدرة على مواصلة العمل في ظل الأزمة. إنه أنت بتكون من أهم الاستراتيجية فيها إنك تحافظ على الكادر الطبي يكون عندك محمي، عشان فقدت كادر طبي واحد وبالذات لو تعرض لإنفكشن غالبا هيكون في كوادر معاه تعرضت، هتفقد المستشفى فترة قصيرة، كثير من الكوادر هتلقى المستشفى حصل لها دروب، فهتقوم شنو؟ هتقوم هتقفل طوالي، وبالتالي هيعاني منه، هيعاني المريض في النهايه انه ما هيلقى رعايه صحيه، فبتزيد المورتاليتي ريت او بتزيد نسبه الوفاه. فكل المعادله دي انا بقدر احلها من البدايه اصلا، انه انا بحاول اعمل راشونال يوز للبي بي اي، يعني انا اخلي دائما ادوات الوقايه الشخصيه دي اخليها اولويه للناس اللي فعلا محتاجها. فعشان كده تاني اقول لافراد المجتمع الناس